تعيش منطقة سرن بجماعة أوريرا التابعة لعمالة أكادير دوتنان في عزلة تامة عن العالم الخارجي بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ما قطعوش ما قطعوش فين اجيو زعما راه ما كاينش كيفاش دير الدول. نصر أزفري من المتضررين ديال ساكنة المحاصرة ساكنة أسرن. كاينين 5 دوائر اللي هي محاصرة بالفعل واد تامراخت. كما كتشوفوا حنا كنعيشوا معاناة كبيرة كتجلى في أولا أننا ما عندناش واحد الطريق اللي غادي نجيو خصوصا التلاميذ خصوصا دابا راه كاينين التلاميذ دابا راه ما مشاوش المدرسة بالفعل أنه الواد كاين. بالنسبة لمشكل آخر وهي واحد السيدة أنها كانت مريضة البارح ما كاينش أي شي وسيلة نقل باش نديوها للسبيطار. كانوا عدة محاولات ديال سيارة إسعاف باش تجي من واحد المنطقة حصرتها هي بنفسها غرقات في الوحل. إذا عدة مشاكل اللي خاصنا الحل هو أنه تكون واحد القنطرة اللي تفصل ما بين هاد الدوار الخمسة و المنطقه ديال اوريل. انا سميتو الدوار ديال اسر دابا الا كتكون الشتا دابا ما كنقدروش كاع نمشيو على حساب المدرسه. دابا خصنا غير واحد القنطره ديال الممر الرجلي على حساب دابا الدراري ديال اللي كيقراو في الكوليج ولا ابتدائي ديال الست مدرسه سيدي احمد الرامي. دابا الدراري ما كيقدروش كاع يقراو على حساب الا كاينه غير واحد شويه ديال الغيس دابا ولا شويه الشتا ولا شي حاجه ما كنقدروش كاع. كاينه دابا المدرسه في سرن واحد القسم ولكن على حساب المعلم ما كيقدرش يجي. ساكنه سرن كتعاني بزاف في هذا الوادي اللي كان حامل بزاف كتعاني ما كايناش المؤونه ديال السيمانه ولا اكثر كيعانيو بزاف. حنا اصلا حتى الناس اللي تيمشيو يخدموا ولا المدرسه كيعانيو بزاف. كنقطعوا الواد في الصباح والبرد وكل شيء كنعانيو. كنطالبوا المسؤولين دابا انشاء قنطره ولو بطرق بسيطه جدا ما تنطلبوش شي حاجه كثيره ماشي قنطره بمليار ولا شي حاجه. بينا غير قنطره صغيره ممر خاص بالراجلين فقط. كالمسؤولين ديال الدوار جمعية طالبات المسؤولين باش يعطيونا غير رخصة باش نديرو ممر خاص بالراجلين فقط وما بغاوش يعطيونا رخصة. قالوا تحملوا المسؤولية ديالكم إلا طاح ليكم شي واحد تما ولا شي حاجة. حنا كنعانيو هنا من بزاف د الحوايج. دابا كيكون الواد الشتا الناس مراض العيالات الدراري هما كما كتشوفوا نتوما دابا نيت ما كيمشيوش المدرسة الماكلة كيخصنا ديال السيمانة. حنا ما خدامينش حنا كنمنكرو الخدمة ديالنا باش بزاف ديال الناس هنا كان المهم كيجيو الناس ما كيلقاوش كيفاش يقطعوا. حنا 5 دوار كنعانيو والقنطرة حنا كنضربوا قنطرة بسيطة كيقولوا دابا القنطرة بمليار. حنا مليار ما نستاهلوش حنا مليار ما كتستاهلش البلاد. و5 دوار عندك إيكوردان تكادير طام الزايد المهم 5 دوار حنا ما لا إله إلا الله في هذه الحالة لا يرثى لها. الناس عايشين حنا راه باقي منسين.